مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم كيف ظهرت كتب السحر؟ لن نحكي لكم اليوم عن تجربة أو قصة مرعبة، فهذه الأشياء تحدث كل يوم وستحدث كثيرا وستجدها في أي مكان، لكن اليوم سأطلعك على حقيقة لا أعلم إن كنت تعرفها أم مرت عليك سابقا. وكمدخل لموضوعنا، اسمح لي أن أسألك، هل فكرت يوما مع نفسك من أين جاءت كتب السحر؟ من الذي وضع أسس السحر؟ من الذي اخترع الطلاسم؟ وكيف عرفناها نحن البشر؟ بالطبع كان هناك عبر العصور مؤلفين كتبوا في السحر، مثل شهاب أحمد البرني وعبد الله الحضرد والحسين الفلكي وغيرهم كثير، لكني لا أقصد هؤلاء، بل أقصد من الذي أوصل أسرار السحر إلى هؤلاء جميعا بالمقام الأول، وهذا هو بالضبط ما أتيت اليوم لكي أخبرك عنه. بدأ الأمر منذ حوالي 950 سنة، كانت الحملات الصليبية قد استولت على العديد من المدن الإسلامية، وخلال تلك الحروب ارتكبت مجازر كثيرة وانتهكت الحرمات، وكان هناك مجموعة فرسان من بينهم واحد هو محور حديثنا. أعرف لقد زاد فضولك عزيزي المشاهد، دعني أوضح لك كل شيء. كان هناك فارس يدعى هيوبايون ذو أصول يهودية، فارس مغوار ذو قلب لا يخشى شيئا جبار، وكان قد تعمد مسيحيا من أجل إشباع رغباته في الحروب والمجازر، فهو شغوف بمثل هذه الأشياء، عجوز من الجحيم. كان هذا الفارس ذات يوم يستحم في أحد حمامات القدس الشهيرة، حمام علاء الدين، حيث اقترب منه عجوز أصلع يرتدي عباءة سوداء ولديه شارب قصير، وهمس في أذنه قائلا: هل تعرف زوجتك كاثرين بما اقترفته هنا من موبقات وانتهاك للحرمات أيها الوغد اللعين؟ ضاقت عيناه يو وأجاب بضيق: من أنت أيها العجوز الأحمق، وكيف تعرف اسم زوجتي؟ ابتسم العجوز ابتسامة خبيثة وقال: كاثرين كلير زوجتك، هل علمت كل الأمور التي فعلتها هنا؟ فنهض هيو في ثورة من الغضب وأمسك العجوز من رقبته وقال له: من أنت أيها العجوز الحقير، وكيف تجرؤ وتقول هذا الكلام؟ انفعال هيو جذب انتباه زملائه الفرسان الذين كانوا يستحمون أيضا، فنظر إليهم هو أيضا ورأى الدهشة والذهول على وجوههم. وكانت المفاجأة أنه لم يكن هناك أي رجل عجوز، وأنه كان يتحدث إلى عمود من أعمدة الحمام. انصدم هيو وظل يحدق بهم ويقول: لقد كان هنا، كيف اختفى؟ ومرت أيام، وكان بال هيو مشغولا بهذه الحادثة، ليتفاجأ بصوت أحدهم وهو يهمس له قائلا: هل انتهيت من التفكير يا هيو؟ حسنا، سأقول لك من أنا. أنا بافوميت، حامل النور. أنا من سيعطيك كل شيء، القوة والمال والنفوذ والسلطة والجاه، سأجعلك أكثر الناس ثراء. التفت هيو فرأى الرجل العجوز الذي قابله منذ عدة أيام أمامه وهو يبتسم ابتسامة ساخرة. أصبح هيو في حيرة من أمره ولا يعرف ما الذي يحدث، ثم تشجع قليلا وقال له: ماذا تريد مني أيها الوغد؟ أنا لا أؤمن بأمور الشعوذة هذه. فنظر له العجوز وقال بصوت مثل فحيح الأفاعي: بل بالطبع تؤمن، بدليل أنك ذهبت إلى جوليان الساحر في كلومونت. زادت الدهشة واستغراب هيو وظل يفكر كثيرا حتى نزل العرق بين جبينه، ثم قال له بافوميت: إن هناك كنزا الناس يطوفون حوله ولا يعرفون أنه كنز عظيم. قال هيو: وما هو هذا الكنز بالتحديد؟ أجابه بافوميت: ستعرف حين توافق على شروطي. فقال هيو: عن أي شروط تتحدث؟ لقد كاد صبري ينفد منك أيها اللعين، هيا قل لي ما عندك. قاطعه بافوميت بنبرة حادة هذه المرة، وضاقت عيناه المشقوقتين وقال له: إن تراني على هيئتي الحقيقية لكي أرى مدى قوة قلبك، وإذا رفت عينك سأقتلك فورا. شعر هيو أن أطرافه قد شلت، وأن هناك رهبة قوية وخوف من هذا الكيان الذي أمامه ومما هو مقبل عليه، لكن نبرة بافوميت
أشعلت روح التحدي في نفس هيو الفارس الذي يخشاه الجميع. قال هيو: حسنا أنا موافق، هيا أرني ما عندك. وهنا انطفأت المصابيح المشتعلة بمجرد أن أنهى جملته، وعادت مرة أخرى لكي يرى هيو شيئا لم يسبق أن رآه في حياته. لقد تجسد له بافوميت بهيئته الحقيقية. ظل هيو يحادث نفسه: ما هذا يا إلهي؟ هذه ليست أكتاف بشر، ولا هذه يد بشر. ما هذه الحوافر؟ ما هذا الكيان المهيب؟ وحاول أن يتكلم ويخرج صوته بنبرة عادية لا يشوبها الخوف، ويستجمع شتات أفكاره، فقال: ماذا تكون أنت أيها المسخ القبيح؟ أجابه بافوميت: أنا شيطان مريض، والآن أريدك أن تسمعني جيدا وتنفذ كل ما أقوله لك. الوصول إلى الكنز. هل ستظل تنظر إلينا أيها العجوز وتراقب عملية الحفر من بعيد؟ هيا اقترب. نظر إليه العجوز بعيون حادة وقال له: استمر أيها الأبله بالحفر، أنا لا أستطيع الاقتراب أكثر من هذا، هيا استمر. كان هيو عزيزي المشاهد قد ذهب إلى عدة فرسان من أصدقائه وأقنعهم أن هناك كنزا تحت القدس، ويجب أن يذهبوا معه لكي يخرجوا هذا الكنز، وأنهم سيصبحون أغنى أناس في أوروبا. لقد ظل بافوميت يراقب ويراقب حتى وجدوا الكنز. ولعلك أيقنت عزيزي المشاهد أن هذا الكنز هو من الذهب والمجوهرات مثلما أيقن هيو ورفاقه في بادئ الأمر، لكن هيهات. لقد وجدوا كتب السحر أنواعا كثيرة. حينها ضاقت عينا العجوز وابتسم ابتسامة نصر وثقة وهو يقف بعيدا عنهم، وقد أمرهم بقراءة هذه الكتب، وكانوا كلما يقرؤون يكتشفون سرا عظيما. وبعد عدة أسابيع شكل هيو فرقة من الفرسان تسمى فرسان الهيكل، إنه اسم معروف لك أليس كذلك؟ وأصبحوا من أغنى أغنياء أوروبا، لدرجة أن الملك فيليب كان يدين لهم بمبالغ من الأموال الضخمة، وأنشأ هيو مقره على شكل كنيسة خاصة بهم، يقال إنهم كانوا يمارسون فيها الموبقات وشرب الدماء وطقوسا شيطانية أخرى مثل عبادة الشيطان. نجاح الخطة. طبعا عزيزي المشاهد، لقد عرفت واستنتجت أن بافوميت هو شيطان. قبل هذه الواقعة بآلاف السنين في زمن آخر، كان الله قد بعث نبيا جعل هؤلاء المردة الشياطين أذلة خاضعين، ومن كان يعترض منهم كان يختفي برمشة عين. أتعرف من كان هذا النبي المبعوث؟ لقد كان نبي الله الكريم سيدنا سليمان بن داود عليه السلام. والآن سأدع هذا الشيطان يكمل لك ويحكي عما حدث آنذاك. حين جاء هذا النبي كنا مشتتين ولا ندري أي شيء من هذا الذي يأمرنا به، وإذا عصينا كنا نحترق بلمح البصر. كانت الرياح مسخرة لأمره ويتكلم بلغة الطير. لقد أذاقنا الويل والعذاب لسنوات طويلة، كنت أعمل بناء على أوامره، لكنه لم يكتفي بهذا بل جعلنا نتبع دينه، ومن كان يعترض يحبسه في جرة من نحاس لسنوات طويلة ويرسله إلى المنفى، وكان المنفى سجنا لنا على هيئة جزيرة، إنها نفس الجزيرة التي مر عليها العربي تميم بن الداري، ولقد جعل على أعيننا حجابا ومنعنا من التعرض لأي أنسي، وكان هذا أسوأ شيء فعله لنا. كنا نبني قصورا عظيمة، وكان أعظم قصر بنيناه له قصر من الزجاج، هذه التحفة المعمارية التي مشت عليها تلك السيدة المعروفة بلقيس. كنا جيوشا وملوكا وأمراء نخضع لأمره، وبقينا على هذا الحال لسنوات طويلة، ولم يترك أي شر أو سحر في ذاك الزمان إلا وقضى عليه. كنا نرتعد عندما ينادي أحدا أو نسمع نبرة صوته. لقد كان نبيا مرسلا، لم يكفر ولم يكن ساحرا، بل نحن من تمردنا وكفرنا من بعده، وكان بنو إسرائيل يعتبرونه ساحرا مبينا وعظيما، لكن نحن من أوصلنا إليهم هذا الإيحاء. ولا تسأل أيها الأنسي كيف حدث هذا، لأنه سيحتاج لحلقة أخرى. كان هدفنا هو أن نحيي مسيرتنا ونجعل الأنس يتذكرونها، حتى جاء يوم
مرض فيه نبي الله سليمان، وكان مرضا شديدا حار فيه أطباء الإنس وحكماء الجن، حتى الطيور قد أحضرت له جميع أنواع الأعشاب من بقاع الأرض ولم تفلح معه. وجلس على عرشه العظيم، كان أعظم عرش رأته عيناي. كانت له كنوز لم يشهدها العالم ولن يشهدها، لأنها محروسة من أتباعه المخلصين. إنهم عفاريت الجان، إنهم أقوياء جدا ويحرسون ملكه. ولن أقول لك أين توجد هذه الكنوز الآن، لا لنقص فيك أيها الأنسي، حاشاك النقص، بل لأن عقلك البشري هذا لن يستوعبها ولن يصل إليها. كان مرض سليمان يسيطر عليه لدرجة أنه لا يشعر بنا، إلى أن خطرت في بالنا فكرة أن ندون ونحفظ كل علوم السحر التي ستجعلنا نسيطر على بني الإنس. وكان حينها يأمرنا ببناء قصر له، بعضنا كان يبني وجزء آخر يحفر من تحت عرشه حتى اكتمل الحفر، وكنا حذرين للغاية، لأنه إذا اقترب أي شيطان من عرش سليمان يحترق في الحال. وقد ألقينا في هذه الحفرة العظيمة جميع الكتب التي كتبناها على مدار سنوات، كنا نكتب وندون ونلقي في الحفرة، حتى اكتشفنا بالصدفة أن سليمان قد مات على عرشه. وكان اكتشافنا هذا بفعل أقل المخلوقات، يا لسخرية القدر. وعندما مات كنا نريد أن تصل هذه الكتب إلى بني آدم بأي طريقة كانت. نحن نعطيك أموالا وجاها وسلطة، نعطيك أي شيء، نعطيك حياة الرفاهية، نوهمك بأن الجنة على الأرض وليس هناك غيرها، نعطيك شهوات، نعطيك النساء، نعطيك أشياء ليس بمقدورك أن تجدها إلا عندنا، وذلك مقابل أن تقرأ من هذه الكتب وتعمل معنا وتصبح حليفا لنا وتعطينا العهد وتكفر بأي دين ولا تتبع إلا ما نقول لك. كانت هذه هي طريقتنا لكي نوصل كتبنا إليكم يا معشر الإنس. فنحن كما قلت لا نستطيع الاقتراب من عرش سليمان وإخراج الكتب بأنفسنا، لأننا سنحترق، ولكن أنتم تستطيعون. والآن وقد امتلأت الأرض بها وزاد السحر والكفر والضلال، أصبحتم تؤذون بعضكم البعض عن طريق كتبنا، أصبح الشر منتشرا بينكم، أصبح أسهل طريقة لكم لكي تنتقموا من أحد هي عن طريق كتبنا في مقابل بسيط جدا من وجهة نظرنا نحن، لكنه في الحقيقة هو شيء إذا وصلت له تكون قد حرمت الآخرة التي أقنعناك أنه ليس له وجود. هذه الطريقة هي الكفر بالله وتدنيس المصحف الكريم، فإن هذا يعجب أبونا إبليس، وقد نجحت خطتنا التي خططنا لها منذ سنوات عديدة ونشرنا الكتب بينكم. إن قصة فرسان الهيكل معروفة في كتب التاريخ بنهايتها المشؤومة بإحراقهم أحياء، لكن كتب التاريخ الأجنبية تحتار دائما كلما أتت على ذكر الشيء الذي كان الفرسان التسعة الأولون يحفرون تحت الحرم القدسي لإيجاده. وتذكر هذه الكتب العديد من الروايات والتكهنات. ذكروا في رواية واحدة من الروايات أن الفرسان لما حفروا وجدوا كتب السحر، وما يجعل هذه الرواية هي الصحيحة هو وجود مقابل لها من أمهات كتب تفسير القرآن، حيث أجمع المفسرون أثناء تفسيرهم لآية هاروت وماروت في القرآن أن الشياطين دفنت كتب السحر تحت كرسي سليمان، أي تحت الحرم القدسي، وأن هناك أناسا أتوا بعد ذلك تهيأ لهم الشيطان في هيئة بشرية وأراهم مكان دفن تلك الكتب فاستخرجوها. لكن المفسرين لم يعرفوا من هم أولئك الناس الذين تهيأ لهم الشيطان واستخرجوا الكتب. الجمع بين كتب التاريخ الأجنبية وكتب التفسير العربية يظهر لك القصة الحقيقية التي حدثت، ذلك الجمع الذي لم يكلف أحد من الناس نفسه ويفكر فيه. وها أنا عزيزي المشاهد أقدمه لك اليوم على لسان الشيطان الشهير الذي كان فرسان الهيكل يعبدونه كما اعترفوا بلسانهم، الشيطان بافوميت. كانت هذه هي بداية كل شيء عزيزي المشاهد. الشياطين هي من اخترعت كتب السحر منذ قديم الأزل أثناء عهد نبي الله الكريم سيدنا سليمان،
وهي من جعلت الأنس يخرجونها بغبائهم وسذاجتهم وطمعهم وحبهم للمال والشهوات. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟